بما ان في اماكن جديده بتنبني وفي توسع، في تنظيم لفكره البناء وفي ترخيص سواء كان في الريف او كان في المدن او خلافه، في جزء منه هو الكهرباء، هو وصول الطاقه الكهربائيه لهذه البيوت، هذه المدن اللي بتمتد رقعة العمران فيها لاماكن ما كناش ابدا نفكر ان ممكن في يوم من الايام يتبني مشروع اسكان فيها، سواء كان خاص او كان تبع الدوله. فبالتالي نشوف احنا وصلنا لفين في هذا الاطار. فكره العدادات وصلنا فيها لفين، العدادات الكوديه، التوسع في العدادات الكوديه، مدى توفرها للناس اللي بتتعاقد، خصوصا الارقام الحقيقه اللي قدامنا هي ارقام كبيره جدا. يعني وزاره الكهرباء تلقت حوالي 1,800,000 طلب تركيب للعدادات الكوديه مؤخرا، وده الحقيقه طلب او ده رقم كبير جدا. فنشوف من الدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده توفر هذا الامر، قدره الشبكه الكهربائيه على التوسع، انها تمد الشبكات، انها توصل الاناره للمنازل وللبيوت سواء في القرى او في الريف او في الاماكن النائيه بجوده عاليه. نشوف ده مع دكتور ايمن بعد ما بنرحب بيه. دكتور ايمن مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمتابعين الكرام يا فندم. 1,800,000 طلب للعدادات الكوديه ده مؤخرا يا فندم، مش كده الرقم؟ هو طبعا يعني طبعا مظبوط. يعني خليني اوضح في الاول ان كلمه عداد كودي ديت معناها ان هو عداد بيركب للمباني الغير مكتمله التراخيص، التراخيص الخاصه بالبناء، وبالتالي بيتم تركيب عداد ليها. كودي معناه ان هو برقم مش باسم الشخص لغايه لما يقنن وضعه الوضع الوحده ده بشكل مؤقت، يعني عشان الناس بتخلط ما بين الكودي ومسبق الدفع. مظبوط عشان كده ابو كارت. يعني مظبوط، هو كله دلوقتي كله كارت، يعني العدادات كلها تمام. كارت الا العدادات اللي هي الذكيه ما فيهاش كارت، بس برضه نفس الاليه بتاعت ان يبقى في اول باول المواطن او المشترك بيبقى عارف الاستهلاك بتاعه. بس خلينا ان هو العداد اللي هو الكودي زي ما احنا بنقول ان هو المباني اللي هي غير مكتمله التراخيص او المستندات المطلوبه. وبالتالي بيتم تركيب عداد مؤقت او مش عداد مؤقت، عداد لحساب الاستهلاك. لما بيقنن الوضع الوحده السكنيه على طول بيقدم ما يفيد ذلك، بيتحول هو نفس العداد باسم الشخص، وبالتالي بيكون قطع شوط كبير جدا. ودي نقطة، يعني أو المجلس الوزراء لما وافق على كده كان الهدف منه أول حاجة التقدير الدقيق للاستهلاك، كمان في نفس الوقت تأمين التغذية الكهربية للأماكن ديت. الأماكن دي بتكون واخدة كابلات بطريقه غير فنيه وغير مطابقه للمواصفات الفنيه. طيب انا عايز اسال حضرتك دكتور ايمن على الجزئيه برضو اللي الرئيس النهارده كان بيذكرها، فكره ان هو شخص بنى على ارض زراعيه، انا اسف المقاطعه الاول، انا حقك عليا يعني، ولكن لا. فكره ان هو بنى بشكل غير رسمي او بدون ترخيص وتصالح، استخدم او استغل فرصه قانون التصالح اللي الدوله اتاحته والراجل تصالح، فبيقدم دلوقتي على العداد الكودي لان من حقه ان هو بالتالي ينور بيته، من حقه ان هو يعيش لانه بيتصالح او تصالح. فهل قادرين نوفي يا فندم بهذه العدادات؟ يعني الطلب كبير، يعني الرقم اللي قدامنا 1,800,000 طلب لعداد كودي، هنقدر على ده يا فندم؟ ده بالتاكيد. عايز اقول لحضرتك ان احنا المليون و800,000 ديت زي ما احنا كنا بنقول ده للمباني اللي هي ما يعني ما كملتش التصالح او ما قننتش الوضع الوحده السكنيه، او مباني لسه الوضع القانوني لسه غير مكتمل. انما عايز اقول لحضرتك ان احنا المباني القانونيه عندنا دلوقتي في الشبكه بالنسبه للعدادات اللي هي مسبقه الدفع ما يقرب من حوالي 12 مليون عداد مسبق الدفع. تمام. والعدادات القانونيه على طول احنا بنركب لها اول باول طبعا. دي ما فيهاش مشكله يعني جدا، ولكن الثانيه هي اللي ضاغطه عشان الناس اللي اتصالحت، فلما نلاقي فجاه 1,800,000 واحد عايز عداد كودي. لا انا عايز اوضح اللي بيتصالح ده خلاص بقى اصبح قانوني، يعني اللي بيتصالح وخلاص لو خد الاستماره ولا وكمل اجراءات التصالح اصبح ده المبنى نفسه او الوحده السكنيه قانونيه. انما لو ما كملش اجراءات التصالح
في الحاله ديت هيظل ان هو غير قانوني، وبالتالي بيعتبر ان هو كودي. يظل كودي. وكودي ديت بس عشان يعني هي زي ما كنا بنقول ان هي مجرد ان هو عشان يحسب الاستهلاك الحقيقي بتاعه بس برقم، مش وانما نفس التعريف هي هي نفس يعني كانه قانوني بالظبط. حتى التوصيلات بتبقى فنيه بطريقه مظبوطه، ولكن بس علشان ما يقننش وضع الوحده السكنيه. طبعا. وعايز اقول لحضرتك ان هو الطلبات ديت ان 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 احنا ركبنا تقريبا اكثر من 500,000 عداد تم تركيبه من المليون و800,000 طلب، وتم معاينه للمباني او الاماكن اللي هي المطلوب التركيب العداد الكودية ليها او التحول من نظام الممارسه للعداد الكودي تقريبا يزيد عن 800 او 900,000 معاينه. فبالتالي الشركات احنا عندنا 9 شركات توزيع، الكل بيبقى حريص جدا جدا ان هو يركب او يكمل الاجراءات الخاصه بيها. الفتره الزمنيه يا فندم لغايه ما يدخل عدد الكودي بتبقى قد ايه؟ ديت بتعتمد على طبيعه المكان نفسه، بمعنى لو المكان او البيت نفسه مؤهل فنيا لتركيب العداد، يعني لو هو محتاج غرفه كهرباء موجوده، محولات، علشان احنا بيهمنا قوي ان احنا لما نوصل كهرباء بطريقه فنيه يبقى الكهرباء متوصله بدون مشاكل عنده، وما تسببش مشاكل كمان للشبكه الخارجيه للناس اللي هي مشترك خارجيا، ودي الاهم. الحاجه الثانيه اللي حضرتك اشرت اليها ودي نقطه مهمه، احنا الحمد لله احنا بنقوي الشبكه بتاعتنا بطريقه متوازيه، يعني سواء مخالف او غير مخالف احنا بنقوي شبكاتنا بطريقه كامله علشان نقدر نواجه التكدس ده. ويمكن موضوع برضو حياه كريمه يعني والميزانيه الضخمه اللي موجوده عشان نقوي الشبكات بتاعتنا في القرى اللي بتواجه تحدي كبير جدا في استقاله التغذيه الكهربيه، في ال3 مراحل الجايين ما يقرب من 70 مليار جنيه، فبالتالي ميزانيه كبيره جدا، وحريصين جدا جدا ان احنا تكون الكهرباء واصله باستقرار، وكمان في نفس الوقت العدادات اللي بيتم تركيبها برضه عدادات من النوع الحديث اللي هي بين كارت ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده.